السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كان عايز معاه مبلغ من المال، عايز يحطه في البنك كوديعة وياخد عليه فايدة، فده حلال ولا ما مش حلال؟ لا حرام طبعا، لا ريب ان هذا حرام. هو كان يعني كمان عايز يعني ياخد قرض بضمان الوديعة، برضو ده حرام صح؟ طبعا حرام فوق حرام. هو كان بس بيقول لي ان سوري معلش، ان دار الافتاء كانت بتقول عادي ان ده حلال. اعتذر اليك عن مواصلة، نعم اجبتك الله يسلمك.